صباح الخير اخوان، وكل عام وانتم بخير. 3 جانوري من عام 2020، اليوم يوم مميز في السياحة في أرمينيا. شو اللي خلى اليوم مميز؟ طيلة فترة عملي في السياحة، اليوم أول يوم يتوافدون إلى أرمينيا هكذا أعداد غفيرة من السواح. سأدير الكاميرا لأريكم الموقف في أرمينيا. أعداد طبعا بشكل غير متوقع، عندني سواح صار لهم أكثر من 45 دقيقة أو ساعة واقفين هنا بالدور ينتظرون دورهم حتى يصعدوا للتلفريك. هذا الخط الأول للتلفريك، كل كرسي يحمل شخصين. الخط الثاني هنا عندنا ايضا مشغليها من ساعة 9 صباحا او 9:30. هذا الخط الثاني ايضا كل كرسي 4 اشخاص. تساقطت الثلوج، اللي كان ينتظر تساقط الثلوج، اقول لكم الثلوج تساقطت في ارمينيا في المنتجعات والمتزلجين بكثرة بشكل صراحة يعني ملفت للنظر. ما نقدر نعطيكم أعداد أرقام الحقيقية للسواح، لكن متوقع اليوم حسب ما دي داول أكو إعلاميين جايين دي يسوون إحصائيات في جرد حتى يطون أعداد السواح اللي دخلوا اليوم في منطقة صاخ كاجور. هذا الدور على التذاكر حتى يصعدوا التلفريك. اللي كان ينتظر تساقط الثلوج في أرمينيا حتى يزورها، عندي هواي من السواح عجلوا جايتهم من أرمينيا لأن الثلوج تأخرت تساقط، يقدرون يرزمون حقائبهم يتوجهوا إلى أرمينيا. اتصلوا بنا، سنكون بانتظاركم في المطار. كل عام وأنتم بخير.